الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الزوجة بعتة بتقول بعد 30 سنة عايشاها مع جوزي على الحلوة والمرة مع بعض، جاهدنا في تربية الولاد مع بعض، تحملنا أيام صعبة مع بعض، صبرنا على عقبات مع بعض، ولما ربنا وسع عليه واموره اتظبطت وتحسنت، بدل ما نسعد مع بعض فوجئنا راح سايبني ومطلقني ورمينا انا والعيال، وراح اتجوز ومنعرفش عنه اي حاجه وسابنا، حتى مش بيرد على اتصالاتنا ولا مكالماتنا ولا عارفين نوصل له حتى. وبعض الازواج بيقول نفس الكلام، عشنا وتحملنا لما حصل لي ظرف في الشغل او بعض الظروف الصحيه، أو هي مراتي اترقت في العمل أو أخذت ميراث، بقت شخص تاني خالص، والآخر سابت البيت ومشيت وبدأت تعيش حياتها بعيدا عنا، حتى سابت لي العيال. والكلام ده بيقوله الشريك مع الموظف اللي كان عنده وكبره وفضل يعلم فيه فترة طويلة وكان مستأمنه على شغله وبتاع، فوجئ انه بدل لما يتعلم ويعيش مع اللي علمه ويكبر مؤسسته، راح واخد الزبائن بتاعته وراح عامل مؤسسه تانية بتقوم على معلومات نفس المؤسسه ونفس الزبائن بعد ما رتب معاهم وربط. فالوفاء راح فين؟ هو الوفاء بقى عمله نادره ليه؟ والخيانه بقت موجوده، بقت موجودة في مع الشركاء مع بعض، مع الناس مع بعض، في الأعمال السياسية، في الإعلامية، في الموظفين، في مجالات كتيرة في الحياة. هل في قانون بيضبط العلاقة دي، بيحمي الناس وبيحمي الشارع وبيحمي البيوت من الغدر ومن الخيانة، وبيحافظ على العلاقات الإنسانية دي وفق منهجية ربانية، ولا دي حاجة اجتهادية كده كل واحد يشتغل فيها على قد ما يقدر؟ لا طبعا في قانون، في قانون، والمظاهر دي بتقول ان دي مظاهر مخالفة القانون. يعني انا لو عايز اجيب نماذج تطبيقية لمخالفة قانون الوفاء هاخد الامثلة اللي جاية لي دي واكتر من كده كمان. فتعالوا نرجع للقانون كده ونشوف القرآن بيقول ايه. القرآن بيقول اصلا بداية إن ربنا سبحانه وتعالى الخالق يفي بوعده وعهده لعباده، وهو الخالق سبحانه وتعالى يفي بالعهود لعباده جل في علاه، وهو الملك سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن أوفى بعهده من الله. ثم صلب الموضوع والمادة الثانية في القانون، قانون الوفاء، إن ربنا سبحانه وتعالى له عهد معانا، معانا كلنا، معاكي انت وانت وانت واحنا وكلنا. قال تعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ده وقال في الحديث إن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم واستخرج منه كل ذرية ستأتي إلى يوم القيامة ونثرها كالذر وأخذ عليها هذا العهد. فأصبح الإيمان بالله أنه الخالق مفتور في كل بني آدم، كل إنسان يولد مفتور أصلا على الإيمان، على أن فيه رب خالق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فاللي استقام على أمر الله وفى بهذا العهد، والذي لم يستقم على أمر الله خان العهد. وبالتالي بالقضية، القضايا اللي احنا بنتكلم عنها في عدم الوفاء أصلها إيه؟ أصلا إنه ما وفاش بعهد الله،
واللي ما وفاش بعهد الله يا إخواني ويا أخواتي، ما تتوقعوش يوفي بعهد زوجته وعهد زوجه، أو هي توفي بعهد زوجها أو شريكه أو جاره أو قريبه. اللي خان عهد ربنا هيخون كل العهود، اللي نقض الميثاق مع ربنا هينقض كل المواثيق. لذلك اللي ملوش علاقة بربنا ما تثقش فيه، لا توليه. اللي بيخون الناس ويخون عهد ربنا سبحانه وتعالى لا تأمنه أبدا، حتى وإن قال لك ما قال، ولا تدافع عنه حتى. ولذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيحذره صلى الله عليه وسلم من المدافعة عن الخونة الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، نهاه الله تعالى عن الدفاع عنهم. إذن أول العهد مع الله تعالى، ثم العهد للرسل جميعا، ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا مهينا. ربنا أخذ العهد على الأنبياء أنهم يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى ويحملوا رسالة الله إلى البشرية. ثم أخذ الله تعالى الميثاق على أهل الكتاب وعلى العلماء وعلى الذين آتاهم الله الكتاب أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه، ثم على البشرية كلها وأمرنا فقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن المواقف مش متروكة كده. الناس اللي ظهرت عدم الوفاء، واللي ظهرت منها الخيانة، واللي ظهر منها تضييع الأمانة، قبل ما يخونوا الناس خانوا ربنا. قبل ما يخونك، قبل ما تخونيه، قبل ما تخون شريكه، خان الله تعالى. لذلك يقول ربنا سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الناس هنا فهموا القانون ده، بعضهم فهم القانون وعاش بقانون الوفاء مع الله وبعهد الله تعالى ومع رسل الله تعالى ومع دين الله ومع عباد الله، فعاش هنيئا سعيدا بالوفاء في الدنيا والآخرة. ومنهم من خالف هذا القانون فلم يفلح في دنيا ولم ينجح في آخرة. وإحنا هنا النهاردة مع بعض عشان نقول يا أخواني في حاجة اسمها قانون الوفاء في القرآن، اللي يفي بيه بينال السعادة في الدنيا والآخرة، واللي يخالف القانون بيلقى الضنك في الدنيا ثم العذاب في الآخرة. أول ما يحصده هؤلاء الذين استقاموا مع هذا القانون فاستوعبوه وعاشوا به وقرأوا آيات العهد في القرآن الكريم فطبقوها على نفوسهم وجعلوها خلقا من أخلاقهم، وده بننادي به كل مرة وبنقول نقرأ القرآن ونحول الآيات إلى سلوك، مش محفوظات، إلى أخلاق مش محفوظات. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، نحول القرآن إلى سلوك وإلى قوانين وإلى منهجيات علشان نعيش وفق منهج القرآن. إذا لم نعش في حياتنا وفق منهج القرآن فلن ننجح في دنيا ولن نفلح في آخرة. والقرآن نزل ليخرجنا من الظلمات إلى النور، فحينما نخالف القانون ونمشي بأهوائنا ولا بمصالحنا بنخسر الدنيا والآخرة. شوف الناس اللي التزمت بالقانون ده، أول شيء يجمعونه محبة ربنا سبحانه وتعالى. محبة ربنا دي أغلى شيء في الكون في الوجود. يقول تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده واتقى، الناس الأوفياء ربنا يرزقهم التقوى ويرزقهم المحبة سبحانه وتعالى، ثم يرزقهم الأجر الكبير يوم القيامة. يقول تعالى ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حينما يحدث الوفاء يحدث استقرار مجتمعي، يحدث أمن مجتمعي، تحدث علاقات مجتمعية عالية المقام. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مش تحلف بكل شوية وتكذب وتحنس في الكذب وتأكل به حرام، ولا تجعلوا الله عرضة كل شوية والله ما حدث كذا والله حدث كذا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ثم الله تعالى يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لما تقسموا أو تتعاهدوا أو تتشاركوا لابد يجب أن تفوا بالوعود. ومن هنا فالله سبحانه وتعالى سمى ميثاق الزوجية وعقد الزوجية ميثاقا غليظا. يقول سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن الوفاء يا إخواني مراقبة لله سبحانه وتعالى، إقامة لعهد الله سبحانه وتعالى، المحافظة الدائمة على المراجعة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا غابت تلك المراقبة وخولف هذا القانون يجد الإنسان نفسه يغدر ويكذب ويكفر ويتحول إلى منافق، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وفيها إذا عاهد غدر. أما الذين خالفوا القانون ولم يكن القرآن سلوكا في حياتهم ولم تكن الآيات منهجية ولم يعيشوا بهذه القوانين فجعلهم الله تعالى أهل الخسران، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ينقض عهد ربنا في الإيمان وبالإسلام وفي الصلاة وفي القيام وفي القرآن وفي مواثيق الله تعالى وأوامره، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الرحم ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين أعطوا ظهورهم للقانون ومشوا وراء الأهواء والمصالح والشهوات والشبهات، ربنا بيصفهم وصف عجيب أوي يا أخوان. يقول في كتابه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، لأنهم لم يفوا بعهد الله تعالى ونقضوا ميثاق الله تعالى فكانوا من شر الدواب، ولذلك حرمهم الله تعالى من الهداية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم يعاقبهم الله تعالى بقسوة القلب. يقول تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. لما القلوب قست تجرأوا على كتابه وتجرأوا على الوحي، مش على الناس بس، مش على زوجها، مش على زوجته، مش على جيرانه. لما القلب قسى ذهب الإيمان، فتحدث الجرأة على الله، على وحي الله. قست قلوبهم ولذلك استحقوا الإهلاك من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. اللي بيقع في الخيانة ويغدر بالعهد عاقبة أن ربنا يمكن منه، أن ربنا يهلكه، لأن ربنا سبحانه من سنته إن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني هو يرتب ويضبط وفاهم نفسه أنه ملك الدنيا بأسرها، وربنا له حكمة وله قانون سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين. ثم الذي خالف هذا القانون يحرم ثواب الدنيا والآخرة ويعاقب بمثل ما اقترفه. فمن نكث، يقول ربنا سبحانه فمن نكث فإنما يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
نكث على نفسه فتح باب الشر، فتح باب الفقر، فتح باب الخيانة على نفسه، فتح باب المكر به، فتح باب الفحش عليه، فتح باب السوء. وفارق كبير بين نكثك وأن يفتح عليك باب النكث والعقوبة، فمن نكث فإنما يمكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لأن الذي نكث العهد وخالف الوعد وغدر به عقوبته النفاق كما قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ما ناس كتيرة يقول لك لو ربنا وسع علي أنا هصرف كذا وكذا، وأنا هدفع كذا وكذا، وأنا هبني كذا، وأعطي الفقراء كذا. لما ربنا يفتح عليه سبحانه وتعالى يكتشف كذب وأنه كذاب، لا يفي بالعهد، ينقض عهد الله تعالى من بعد ميثاقه. لو ربنا رزقني أولادنا نربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لو ربنا رزقني زوجة صالحة أنا أحميها وأحافظ عليها، لو ربنا وسع علي في الرزق سأنفق على الفقراء والمساكين. ولكن لما ربنا من عليه نسي كل الكلام ده، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. يقول تعالى على نموذج خلده في القرآن لنتعلم كيف لا ننقض العهود: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر أراد أن يختبرهم الله سبحانه وتعالى: أقرع وأعمى وأبرص. فأرسل لكل واحد منهم ملكا يسأله ماذا يريد، فسأل الأقرع ماذا تريد؟ قال: أريد شعرا حسنا بدلا من هذا الشعر الذي استقذرني الناس منه، ومالا حسنا. فدعا الله تعالى فرزقه شعرا حسنا، وأراد من المال ما أعطاه، فطلب البقر أو الإبل فرزق ما طلب. ثم ذهب إلى الأبرص: ماذا تريد؟ قال: أريد جلدا حسنا ومالا حسنا. فدعا الله سبحانه وتعالى فرزقه جلدا حسنا ومالا حسنا. ثم ذهب إلى الأعمى وقال: ماذا تريد؟ قال: أن تسأل الله تعالى أن يرد إلي بصري وأن يرزقني مالا حسنا. فدعا الله تعالى فرد إليه بصره ورزقه مالا حسنا، وبارك الله لكل فيما أعطاه. والله تعالى يختبر عباده، فاللي بيعاهد ربنا عهد يخلي باله ان ربنا يمتحنه فيه: يا ربي لما انجح هعمل كذا، يا ربي لو رزقت كذا هفعل كذا، لو توظفت في مكان فلاني سانفع المسلمين بكذا. اوعى تخون عهد ربنا سبحانه وتعالى. فربنا اختبرهم فيما اعطاهم، ويختبر كل واحد فيما اتاه. فذهب إليه الملك، ذهب إلى الأقرع في صورته، صورة رجل أقرع، فراح قال له: يعني اعطني مما أعطاك الله، فقد انقطعت بي السبيل واستقذرني الناس، فاعطني مما أعطاك الله. قال له: الحاجات كثيرة والمتطلبات كثيرة وما عندي ناس فائد ليك، اذهب إلى غير. فالملك بيسأله وكأني أعرفك: ألم تكن أقرع فعافاك الله وفقيرا فأغناك الله؟ الواحد بينسى، لما بيغدر بينسى، بيكذب ويصدق نفسه فمش يفتكر ويتذكر. قال له: لا، ده شعري الجميل ده ومالي هذا إنما ورثته كبرا عن كابر، ده أنا مولود أصلا بشعر يعني مختلف عن الناس كلها، ومال وفير، أنا ابن ملوك وسلاطين وأمراء. في ناس بتكذب كده. قال: إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت. فعاد فقيرا أقرعا مستقذرا يستقذره الناس. ثم ذهب إلى الأبرص
فعرض عليه نفس الأمر بصورته فرفض أن يعطيه، وقال إن الحاجات كثيرة، وقال وكأني أعرفك، ألم تكن أبرص فعافاك الله وفقيرا فأغناك الله؟ قال لا، ولكني ورثته كابرا عن كابر. فعوقب، عوقب بالحرمان، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم ذهب إلى الأعمى قال أعطني مما أعطاك الله. قال لقد كنت أعمى فعافاني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله. إذا فخذ ما تريد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في بصرك. فأبقى له ماله وبصره، وعقب الأقرع وعقب الأبرص بعقوبة الحرمان، لأنه خالف وخان عهد الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، فنحن نحتاج إلى معينات لنعيد قانون الوفاء وأخلاق الوفاء ومنهجية الوفاء. من هذه القوانين كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الزواج: ولا تنسوا الفضل بينكم. لما يحصل خلاف ويحصل نقاش لا ننسى ما كان من خير، نفتكر الأعمال الحسنة والأيام الحسنة والمواقف الحسنة، مش نفضل عايشين مع بعض ومع أي موقف مخالف يحدث شقاق ويحدث خلاف وتحدث خناقات. نتذكر الأيام الحسنة، لا ننكر الخدمات التي تقدم لنا من الغير لمجرد خلاف أو لمجرد مشكلة أو لمجرد سوء فهم. أن نعذر الناس، أن نحسن الظن بالمسلمين، ألا ندع للشيطان مكانا يفسد العلاقة بين الناس. أن نفي بعهد الله فنقول يا ربي أنا كنت مريض فعافيتني، وكنت فقيرا فأغنيتني، وكنت ضالا فهديتني. وكلما ازداد الإنسان اعترافا بنعم الله عليه ربنا يعطيه. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النفي بعهد الله وأحق المواثيق بالوفاء هو عهد الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. النفي بالعقود: وأوفوا بالعقود كما أمر الله سبحانه وتعالى. العقود قد تكون مكتوبة وقد تكون غير مكتوبة، فبعض الناس يتفقون شفويا ثم يأتي وقت الخلاف ينكرون هذا أو ينكر بعضهم هذا. هذه خيانة وهذا غدر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويطلع الله على هذا العمل فلا يبارك فيه. لماذا؟ لأن لله قانون في هذه الجزئية. يقول تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ويحجب عن محبة الله وعن توفيق الله وعن تمكين الله وعن التقوى وعن رضوان الله سبحانه وتعالى. فالذين يخالفون قانون الله في الوفاء لن يسعدوا في الدنيا، وسيسلط الله عليهم من يغدر بهم، وسيسلط الله عليهم من يقوم بخياناتهم. الجزاء من جنس العمل، فمن اقترف غدرا ماذا ينتظر؟ هل ينتظر وفاء من الله؟ هل ينتظر وفاء من الناس؟ سيحرم خير الدنيا والآخرة. إذن المعينات التي يجب أن نستمسك بها أن نتذكر الأيام الطيبة، وأن نتذكر الخدمات التي قدمت، ولا تنسوا الفضل بينكم، أن نشكر الناس على ما أنعموا بها علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وقبل ذلك وبعد ذلك أن نشكر الله على نعمه، وأن نعترف بفضله علينا سبحانه وتعالى، وأن نفي بالعهود، وألا نتصف بصفات المنافقين وإذا عاهد غدر. ولنحذر من هذا النموذج الذي ساقه القرآن: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أسأل الله أن يرزقنا الوفاء بعهودنا، وأن يرزقنا السلامة في معاملاتنا، وأن يرزقنا الصدق في تعاملنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن
إن العهد ليس كلمة تنطق ولكنه عقد عند الله يوثق، فلا تستحقرن وعدا وعدته أو اتفاقا أبرمته لمجرد أنك لم تكتبه. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الإيمان أعظم العهود التي يجب الوفاء بها، فإن وفى العبد بعهده مع ربه واستمسك بهديه وفى الله تعالى له الوعد بسعادة الدارين. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أحق العهود بالوفاء ما استحللت به زوجتك، فلا تخن عهدا قطعته لها ولا وعدا أبرمته معها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. من لم يفي بعهد الله تعالى كيف يتوقع منه أن يكون وفيا بعهد الناس؟ الوفاء لا يغيب مثلما تغيب الشمس، الوفاء لا يذوب مثلما يذوب الثلج، الوفاء لا يموت. إن عدم الوفاء للشهداء هو بداية الهزيمة الحقيقية لأي أمة من الأمم. إن الصبر لله غناء، والصبر بالله بقاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. عندما يخونك أحد الناس قف رافعا رأسك ولا تنحني، لأنك أنت من فزت بالوفاء.